السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالنجاح في الرياضيات المستوى الخامس الطبعة الجديدة. سوف تجدون في هذا الفيديو الحصة الخامسة الخاصة بدعم الدرسين، الدرس 19 والدرس 20. الدرس 20 هو تنظيم البيانات ومعالجتها، وعندنا الدرس 19 هو قياس الزمن، تحويلات وعملية الجمع والطرح. نبدأ بالتمرين الأول. أحسب مدة هذه الرحلة. خرج سائق شاحنة من الدار البيضاء على الساعة 8:35 ووصل إلى مدينة آسفي على الساعة 11:00. قلع من الدار البيضاء مع 8:35 ووصل لآسفي مع 11. شحال هي المدة التي استغرق هذا السائق أو سائق هذه الشاحنة إذا ما نديرو عملية ديال الرحلة أو لها وقت الانطلاق وقت الوصول؟ كنفكروا باش نحسبوا المده الزمنيه هي في عمليه الفرق. كنديروا المده ديال الوصول الزمن او ساعه الوصول تنقص ساعه الانطلاق. وصل هو مع 11 يعني 11 دوبل الزيرو دقيقه ناقص 8:35 دقيقه. الا جينا نقصوا الدقائق من الصفر ما يمكنش. اذا شنو كنديروا؟ كناخذوا واحد الساعه وكنحولوها للدقائق. اذا الا خديت ساعه شحال غادي يبقى لي هنا 10، وديك الساعه شحال فيها من دقيقه؟ 60 دقيقه. ونحطوها هنا ونجدوا العمليه بسهله. اذا 10 و60 دقيقه ناقص 8:35 دقيقه، 0 ناقص 5 لا يمكن، استلف 10 وارد السلف، 10 ناقص 5 تساوي 5، 6 ناقص 4 تساوي 2، 10 ناقص 8 تساوي 2. اذا استغرقت هذه الرحله ساعتين و25 دقيقه. اعيد، استغرقت هذه الرحله ساعتان و25 دقيقه. انتقلوا للتمرين الموالي، التمرين رقم 2. جو بوز اي جيفيكتي لي زوبيراسيون سويفون. اضع وانجز العمليات التاليه. عندنا عمليه ديال الجمع وعمليه الطرح. نبداو بالعمليه ديال الجمع اللي هي 4 ساعات و35 دقيقه و47 ثانيه زائد 9 ساعات و75 دقيقه و34 ثانيه. غنوضحها ونوريها لكم هنا. اذا 4 سوايع 35 هذه كتبتها بشكل عمودي. المساله الاخرى انك ضروري كل وضع صحيح، الدقائق تحت من الدقائق، الثواني من تحت الثواني، والساعات تحت من الساعات. اذا غادي نبداو الجمع 47. فاش كنجي نكتب حتى الدقائق انا ندير الوحده تحت الوحده، 10 تحت 10، نفس الشيء بالنسبه للساعات، نفس الشيء بالنسبه للثواني. اذا 7 زائد 4 11، اكتب الواحد واحتفظ بالواحد. 5 زائد 3 8، ثم 35 زائد 57، 5 زائد 7 كتساوي لنا 12، اكتب الاثنان واحتفظ بالواحد. 4 زائد 5 تساوي 9. ننتقلوا للساعات. 4 زائد 9 13. انتبهوا هاد 81 يمكن كتابتها على شكل 60 زائد 21. يعني فككت عليكم، ما ماشي ضروري دير نتايا هاد الخطوات، انا غير كنشرح للتلاميذ باش يعرفوا. ثم هاد 92 يمكن كتابتها على شكل 60 زائد 32. شنو غنديروا؟ هاد 60 ثانيه نحولوها لدقيقه، وهاد 60 دقيقه نحولوها للساعات. اذا الا خدينا هاد 60 دقيقه حولناها للساعات، اذا 60 دقيقه تعطينا الساعه، نزيدوها على 13 ساعه غتعطيني 14 ساعه. اذا شحال بقى لي هنا الى حيت هاد 60؟ بقات لي 32، ولكن تسنى عندي واحد 60 ثانيه نحولها. 32 زائد 1 هي 33 دقيقه، وغتبقى لي 21 ثانيه. اذا داك المجموع كيساوي لنا 14 ساعه و33 دقيقه و21 ثانيه. العمليه الثانيه هي عمليه الطرح. 7 ساعات و20 دقيقه و17 ثانيه ناقص ساعتين و33 دقيقه و48 ثانيه. دينا الطرح. انا وضعت العمليه هنا، غنحاول نشوف الفين هنا. في الساعات ما مطروحش مشكل، ولكن في الدقائق والثواني مطروح مشكل. اذا غادي نبداو من الساعات، غادي نزول واحد الساعه من هنا ونحولها للدقائق. اذا شنو غتعطيني؟ غتعطيني 6 سوايع اللي بقاو لي هنا. عندي 20
الا زدت ليها 60 ديال الساعه اللي حولتها غتولي عندي 80، ولكن انا راه محتاجه واحد الدقيقه نحولها للثواني. يعني 80 الا نقصت منه دقيقه شحال تبقى؟ 79. انا كتبت هنا وديك الدقيقه نحولها للثواني غتولي 60 زائد 17 هي 77، ونقص منها جوج سوايع 33 دقيقه و 48 ثانيه. اذا 77 ناقص 48، 17 ناقص 8 كتساوي لنا 9، و7 ناقص نردو السلف، 7 ناقص 5 كتساوي لنا 2. ثم هنا 9 ناقص 3 6، و7 ناقص 3 4، 6 ناقص 2 4. اذا هذا الفرق يساوي 4 ساعات و46 دقيقه و29 ثانيه. اعيد القراءه، 4 ساعات و46 دقيقه و29 ثانيه. نتائج انا ديجا كتبتهم هنا. انتقل للتمرين الثالث عفوا، وتمم الجدول التالي. عدد ايام شهر فبراير هو 28. اذا الا كان عدد، حنا كنعرفوا ان فبراير ثلاث سنوات كيجي 28 يوم، والسنه الرابعه 29 يوم. هادو مسائل راه ديجا تعرفتوا عليهم ديال الثقافه العامه. المهم الا كان عدد ايام شهر فبراير 28 يوم، شحال غادي يكون عندنا عدد ايام السنه الميلاديه؟ غتكون 365 يوم، وتسمى هذه السنه بالسنه البسيطه. الا كان عدد ايام شهر فبراير هو 29 يوم، عدد ايام هذه السنه 366 يوم، وتسمى هذه السنه بالسنه الكبيسه او سنه كبيسه. سؤال ب، في السنة الماضية سافر رضا إلى البادية وبقي فيها من 24 فبراير إلى 6 مارس، احسب عدد أيام التي قضاها رضا في البادية. إذا هي مرتبطة بفبراير شحال كان فيه. إذا إلا كان فيه غير 28 يوم غادي يكون قضى 24 25 26 27 28، خمسة أيام ديال فبراير زائد ستة أيام د مارس، وغتكون عندنا 11 يوم. إلا كان فبراير فيه 29 غادي تكون 12 يوما. بالنسبة للتمرين رقم 4، لا كوب دو موند دو فوتبول اليو توت لي 4 زون دوبوي 1930، من 1930 وهي كتنظم داك كأس العالم من 4 سنين ل 4 سنين. لي شامبيون زون ايتي، وها هما عطاونا في كل حاجه شنو هي اللي يعني في كل سنه الفائز بكأس العالم شكون هو. كيل سون لي زاني او سيت كومبيتيسيون نا با او ليو اي بوركوا، في اي سنوات اللي ما تنظماتش. يعني طبيعة الحال حنا نمشيو باربع سنوات، اذا 1930 الى سنة الاربعة 1934 1938، ولكن هنا كنلاحظوا بان ما كاينش 1942 وما كاينش 1946، يعني جوج المرات تانيلات. اذا السنوات اللي كيقلبوا عليهم هما 1942 و 1946. بوركوا؟ كانت لا غير مونديال، يمكن ده الحرب العالميه الثانيه، دوزيام غير مونديال، الحرب العالميه الثانيه. هنا كي غاني سيت كومبيتيسيون اون 2006، هي هنا كاينين ليطالي. دو كيل كومبيتي دو كيل كونتينون لي شنو هو الاكثر اللي كيربحوا ديما؟ ساي لوروب، الدول اللي كاينه في لوروب. كي لي لو بي اورغانيزاتور دو لا كوب دو موند 2022؟ ساي قطر. قطر قطر. هذا التمرين ما مرتبطش بثقافه عامه اكثر ما هو مرتبط يعني بالمعارف اللي قريته. هنا عندنا حاول أتمموا بالمدد المطلوبة. عندنا 2315، بغينا نشوفوا شحال فيها من دقيقة وشحال غادي يشيطنا من ثانية. غنديروا القسمة هذه نقسموا على 60. حاول نعطيكم هنايا كيفاش درت ليه 2315 قسمناها على 60، غنديرو 231 مقسومة على 60 غتعطيني 3. 3 في 60 180، غندير الطرح 1 ناقص 0 1، 13 ناقص 8 5، ردو سلف 2 ناقص 2 0، ونزيلو الخمسة 515 نقسموها على 60 غتعطيني 8 هي 480. غادي هنا حد هنا غادي نوقف، لان هذا الشيء اللي غادي يبقى لي هنا هو الثواني، وهذا الشيء اللي حصلت عليه في الخارج هو الدقائق. اذا 38 دقيقه و35 ثانيه.
هي 38 دقيقة و 35 ثانية. ثم بالنسبة لنا 8270 شحال فيها من ساعة، شحال فيها من دقيقة، شحال فيها من ثانية. أول حاجة نحسبو شحال فيها من دقيقة، وداكشي اللي لقينا الدقيقة. المهم غندير 8270 مقسوم على 60، داكشي اللي خرج لي في الخارج هو عدد الدقائق، وداكشي اللي بقى لي في الباقي هو الثواني. اذا هذه العمليه كنخرج منها الثواني اللي بقاو لي. هذاكشي الدقائق الا جاني فوق 60 بالتنو غادي نخرج السوايع. تبعوا معايا العمليه 8270 مقسوم على 60، ونديو 82 مقسوم على 60 واحد، 82 ناقص 60 هي 22، ونزيلو 727 مقسوم على 60 هي 3، 3 في 7 3 في 6 18، إذا 180، 7 ناقص 0 7، 12 ناقص 8 4، وجوج ناقص جوج 0، ونزيلو 0، 470 مقسوم على 60 تعطيني 7. وبالتالي عدد الثواني اللي لقينا هنا هو 50. إذا غادي نرجع للكتاب ديالي وغادي نكتب 50 في الثواني. إذا بقات لي دابا الدقائق والساعات. انتبهوا، إذا هنا شحال خرجت لي من دقيقة؟ 137 دايزة 60. إذا غادي نقسم ديك 137 عاوتاني بدورها على 60 باش نستخرج الساعات، غتعطيني 2 وغتبقى لي 17. إذا عدد الساعات 2، عدد الدقائق 17، وعدد الثواني 50. حنا كتبنا 2 سوايع و 17 دقيقة و 50 ثانية. بالنسبة لهنا 5.5 يعني 5.5، 5 سوايع و نص شنو هي؟ هي 5 سوايع و 30 دقيقة، حيت نص ساعة هو 30 دقيقة. 17.5 مينوت هي 17 دقيقة و 30 ثانية. نص هذا كل ما يخص التمارين الموجودة في صفحة 101. كنتمنى انكم تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ما تبخلوش عليا بالدعم للقناه، لان القناه في امس الحاجه للدعم ديالكم بالتعليق وبوضع جامل للفيديو. الناس اللي كتشوف القناه لاول مره ما ترددش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد.